بسم الله الرحمن الرحيم. معادنا النهاردة ان شاء الله مع حلقة جديدة من برنامج اسأل توصل. حلقة النهاردة ان شاء الله عن جهاز هواوي بيشتغل بالبطارية موديل جديد. هو مش جديد، هو موجود في السوق بقاله شوية. الموديل بتاعه E5331 او E5331. الجهاز ده سرعته يا جماعة 21 ميجا، بيشغل كل الشرايح، وفي نفس الوقت 8 يوزر او 8 اجهزة بيشغل. معظم الاجهزة اللي في السوق دلوقتي يا جماعة بتشغل 5 اجهزة بس، انما الموديل ده بيقدر يشغل لغاية 8 اجهزة. اول حاجة بنركب الشريحة تحت البطارية، طبعا عارفين نحط البطارية ونفتح الجهاز. نلاقي على ظهر الجهاز قبل ما نقفل اسم الشبكة زي ما هو باين قدامكم، والباسورد نلاقي نشبك، لا اسم الشبكة نشبك ونكتب الباسورد اللي هو 1 نضغط انتر، نضغط اوكي، دخلنا كده شبكنا وايرلس. نقدر نخش على اعدادات المودم، نفتح اي متصفح ولنفترض جوجل كروم، ونكتب الاي بي المعروف لشركة هواوي 192.168.1.1، نضغط انتر. دخلني على صفحة الاعدادات. اول حاجة خش على سيتنج، هنا الباسورد المطلوب كلمة ادمن ADMIN. الكلمة المكتوبة فوق دي بنكررها تاني تحت برضو سمول مش كابيتال. بعد ما دخلنا على سيتنج، اول حاجة بنسأل عليها ازاي نشغل الشريحة. اول شريحه يا جماعه بنركبها على الجهاز ده بتشتغل دايركت من غير اي اعدادات، بتشتغل على طول. انما المشكله ان احنا عندنا، لو عندنا شريحه اس سي، عندنا شريحه موبايلي، عايزين شريحه زين، عايزين نشغلها. بنخش اول حاجه على الدايل اب ونفتح بروفايل مانجمنت. دخلني على الصفحه دي زي ما انتم شايفين. هنا الديفولت اللي عندي هو زين اس اي، لان اول شريحه زي ما قلنا بتتعرف على طول. طيب انا دلوقتي عايز اشغل شريحه تاني غير زين. نخش نيو بروفايل، اسم البروفايل ده يا جماعه بنكتب اي حرفين بحيث نرمز للبروفايل اللي احنا عايزينه. يعني هنا البروفايل مكتوب فوق هنا زين، هنا مثلا احنا هنشغل شريحه اس تي سي، مثلا هنكتب اس تي سي سي على سبيل المثال. الاي بي ان معروف لاس تي سي اللي هو لو شريحه بيانات بنديله جوال نت دوت كوم دوت اس اي، ده الاي بي ان لشريحه البيانات بتاع اس تي سي. ونضغط سيف، سجل لنا هنا البروفايل الجديد اس تي سي. خش كويك ستوب، نبتدي ندوس نيكست. اس تي سي ظهر البروفايل معانا. طيب احنا لسه مخلصناش بقيه الشرايح، نشرحها كلها مره واحده وبعد كده نشوف ازاي نشغل جهاز في البروفايل. طيب دلوقتي دي لو شريحه اس تي سي بيانات، اما لو شريحه اتصال انا عملتها هنا بطريقه مبسطه ان شاء الله كله موجود هنا. لو الصفحه دي فيها كل الاي بي ان بتاع اي شريحه هتقابلنا. لو شريحه اس تي سي اللي هي البيانات اللي هي الانترنت سيم، بنكتب جوال نت دوت كوم دوت اس اي. طيب لو شريحة اتصال من اس تي سي او 6 شهور مفتوح زي ما بنقول عليها افاق وايرلس دوت كوم. لو شريحة موبايلي عندنا لشريحة البيانات بتبقى ويب 2، شريحة الاتصال بتبقى او الكولينج سيم بتبقى ويب 1. للشريحة زين بنكتب الاي بي ان بتاعها زين زي ما انتم شفتوه طبعا من شوية، بروفايل متثبت على طول، عندنا الاي بي ان موجود بتاع زين زي ما انتم شفتوه هو زين. طيب خلصنا البروفايل، كتبنا الاي بي ان بتاعنا، بنخش على كويك ستوب. كده احنا قدرنا نشغل نعمل البروفايل. بنخش على نيكست، نلاقي هنا زد اي زين، نشوف الشريحة اللي عندنا لو اس تي سي، بنضغط البروفايل بيظهر من هنا مكتوب بروفايل نيم،
شوف اسم الشريحة اللي عندنا، ممكن نعمل أكتر من بروفايل ونثبتهم كلهم ونختار لما نحب نغير الشرائح، يبقى الموضوع سهل علينا ما فيش مشكلة. نضغط نيكست، كونكشن مود نيكست، هنا يجي لنا SSID name، هنا بيجي لنا اسم الشبكة. شوف اسم الشبكة اللي انت عايزه اكتبه، أرقام أو حروف عادي ما فيش مشكلة. نضغط نيكست تاني، جيلنا الباسورد اللي هنحطه على الجهاز او باسورد الوايرلس، شبكة الوايرلس. جيلنا زي ما قلنا ان احنا عندنا اكتر من نوع تشفير، عندنا انواع كتيرة، احنا بنختار منه WPA2، احنا بنقول ده صعب شوية ان حد يخترقه، فانا بثبت عموما او بفضل ده. ناخد الباسورد، هنا بيبقى اكتر من 8 ارقام بالنسبة للتشفير ال WPA2. كتبنا الباسورد بتاعنا نيكست، لو اقل من 8 ارقام مش هيقبل معاك، وفينش. كده خلصنا اسم الشبكة والباسورد وشغلنا الشريحة بتاعتنا. ناقصلنا حاجة تانية مهمة جدا، هي ازاي نثبت الشبكة على الجيل التالت. طيب نشوف اسم الشبكة اللي اتغير والباسورد معانا كده. سامح 11 الباسورد بتاعنا، انتر، شبك معايا، اضغط تاني ريفريش. خلصنا كده اسم الشبكة والباسورد وازاي نشغل الشريحة. في طريقة تانية يا جماعة لاسم الشبكة والباسورد، والطريقة دي افضل لما بنعوز نغير اسم الشبكة. ولان بيزك سيتنج، هنا فلان ولان بيزك سيتنج، يجي لنا هنا سامح 11. هنا نقدر لو نسينا الباسورد نقدر نشوفه، لان هنا شو باسورد بيظهر لنا الباسورد بتاعنا. قبل ما نشوف الخطوة بتاع الجيل التالت، عندنا خطوة مهمة جدا يا جماعة في الجهاز ده او في عموما في اجهزة الهواوي، بنقدر نخفي شبكة الوايرلس، محدش يقدر يشوفها. يعني احنا لو ضغطنا هنا ديسيبل دلوقتي ودوسنا ابلاي، الشبكة هتفضل شغالة عندي، بس لما حد معايا اي جهاز تاني ما يقدرش يشوف اصلا الشبكة عشان يدخل عليها لو ضغطنا ديسيبل وابلاي. طيب الحاجة الأخيرة، إزاي نثبت الشبكة على الجيل الثالث، حاجة مهمة جدا. بنخش على دايل أب موبايل كونكشن، نخش على كونكشن مود، لازم ده يتغير لمانوال أبلاي. بنحول الأول اتصال إلى مانوال أو إلى يدوي عشان نقدر نغير الشبكة من الجيل، من اوتوماتيك او من الجيل التاني، او نثبت شبكة على الجيل التالت لازم نحول الكونكشن مود. دخلنا موبايل نتورك غيرنا، وهنا نتورك سيتنج دخلنا غيرنا ل3G اونلي، ونرجع تاني موبايل كونكشن مرة تاني عشان نغير من مانوال هنا لاوتوماتيك. اوعوا تنسوا تعملوا دي اوتوماتيك لحسن الشبكة متظبطش معاكم. اوكي، وكده نكون خلصنا كل اعدادات راوتر هواوي E5331، وان شاء الله اشوفكم في حلقة تاني، ورب الحلقة تكون عجبتكم واستفدتوا. نوعدكم ان شاء الله براوترات واعدادات تانية جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.